السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ هذه الفيديو حبيت نجاوب أحد الأشخاص اللي قال لي شبيك ما تتكلمش تونسي. أولا لازم تعرف اللي نسبة التوانسة اللي تبعوا في الفيديوهات متاعي أقل من 7%، ونسبة الجزائريين أظن 10%، ونسبة المغاربة 15، والمصريين تقريبا 18، والبقية التي معناتها تقريبا 70-60% من الشرق الأوسط. صحيح انهم ولاو يفهموا التونسي اكثرهم، ولكن معناتها من الاحسن ان الاشخاص اللي يتابعوا فيا نكلمهم بلهجة يفهموها. انا مانيش نتكلم العربية الفصحى، نتكلم معناتها نجم نقولوا دارجة مخلطة من الشرق من الغرب من الوسط مع شوية عربية. الهدف هو إن المعلومة توصل، هذا هو الهدف الأساسي من هذه الفيديوهات، ولهذا معناتها نلقى روحي لازم نتكلم يعني مش تونسية 100% اللي أنا بدي ما نعرفهاش، يعني ما عشتش ياسر في تونس. صحيح نفهمها وتخلطت لغتي بعدة لهجات أخرى، لكن هذا موضوع معنتها بالنسبة لي جانبي، وذاك علاش كثير معنتها يلوموني يقولوا لي معنتها شبيك تعمل أغلاط في العربية. نقول لهم يا أولادي راني مانيش نتكلم بالعربي، مانيش نتكلم بالعربية الفصحى، نقصد نتكلم بلغة معنتها نجم يفهمها الإنسان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا أكثر ولا أقل. إذن هذا موضوع أردت أن أجيب عليه لكي تكون الأمور واضحة. نعمل أغلاط في النطق طبعا شيء طبيعي لأن لغتي مخلطة، فهمت؟ معها أيضا عندي لغات أجنبية أخرى، وهذا طبيعي، وخاصة يعني وتتسجل سواء في المباشر أو الآن عندما نسجل نفس الشيء، يعني توقع أغلاط في الكلام. لا، الناس اللي معناتها تشد في القشور وتنسى اللب، أنا في الحقيقة لا أهتم بهم، يعني بالنسبة لي حكاية فارغة، فهمت؟ أما الشخص اللي سألني قال لي علاش ما تتكلمش تونسي، هني جاوبتك علاش، سؤالك في محله، وطبعا فما لغة تونسية ولغة مغربية ولغة جزائرية، ونقول إن هذه الدارجات يجب أن تتحول إلى لغات وطنية، يعني نجم حتى ندرس بها في المدارس. يعود لوليد تولد ويدخل المدرسة ويتعلم لغة في الدار، ومن بعد وقت يدخل المدرسة يلقى العربية الفصحى كما قلتها قداش من مرة، أمه تقول له هذا فكرون، يدخل المدرسة الأستاذ يقول له لا سلحفات، الوليد يدخل بعض. لك علاش احنا نظام التعليمي عندنا في الدول بتاعنا نظام فاشل، لأن الوليد يدخل المدرسة يبقى 4-5 سنين باش يتعلم العربية الفصحى، وخاصة عندما دخل التعليم. المهم هذا بين قوسين، نعود إلى موضوعنا في هذا الفيديو الذي سوف يكون كيف تركت الإسلام. في الحقيقة كثير من الأشخاص اللي تركوا الإسلام عملوا فيديوهات يتكلموا
لماذا تركوا الإسلام؟ طبعا هذا شيء معناتها عادي ومقبول، ولكن قليل منهم من تطرق إلى مسألة كيف ترك الإسلام، وخاصة في المراحل الأخيرة عندما أخذ قرار أن يترك الدين الإسلامي. طبعا أنا مانيش باش نتكلم إلا على الإسلام، وإنما يعتبر الإسلام مثل، أتكلم عن ترك المعتقد بصفة عامة اللي هو أمر كما قلتها ونعاود نقولها هي نسبة قليلة جدا. يعني من يترك المعتقد متاعه هي عملية بطيئة وتدوم يعني أجيال لكي يتحول شعب أو مجموعة بشرية من دين إلى دين أو من عقيدة إلى عقيدة، لأن العقيدة مرتبطة بالنفس الإنسانية ومرتبطة بالتربية. خلينا نشوفه من ناحية علم النفس، كيفاش الواحد معناتها يترك الإسلام أو يترك أي معتقد مهما كان، شنية العوامل اللي توقع لكي إنسان يترك المعتقد متاعه وينتقل إلى معتقد آخر. وللعلم، من ترك معتقده إلى معتقد آخر هو ليس إنسان عادي، هذا لازمنا نعرفه مهما كان نوع الانتقال ونوع تبني أفكار جديدة، فهي عبارة على تمرد، على خروج على المعتاد، وخاصة طبعا في الدول الذي يمنع فيها الخروج على القطيع بقوة القانون وبقوة الدين والمعتقد. في الحقيقة هناك ثلاثة عوامل أساسية تكون مساهمة في تكوين شخصية الإنسان وتعطيه الجرأة والقدرة على تغيير معتقده أو تحقيق أشياء في هذه الحياة. أول نقطة مهمة هي مسألة الطبيعة، طبيعة الشخص. احنا نعرفوا ان كل واحد منا يولد بطبيعة معينة، بل حتى قبل ان يولد، وهذا الكلام يمكن ان يأكدوه الامهات انهم من نهار الاول اللي يحبلوا يعرفوا طبيعة ولدهم شنو، هل هو هادئ؟ هل هو يتحرك ياسر؟ هل هو يقوم في الليل؟ يعني هذوما صحيح يعتبروا طبائع بدائية، ولكن يحد شخصية الإنسان. وطبعا هذا عندها الولد الصغير اللي في بطن أمه يعني يتأثر بما معناتها يوقع حوله، يتأثر بأمه بطبيعتها، حتى يتأثر أبوه في عمر معين يعني بعد أشهر يصبح يتأثر بالأصوات الخارجية. وهذا كلام مانيش نقوله أنا، طبعا هذا كلام يؤكده علم النفس. يعني هذه مسألة واضحة. وهنا ندخل في العنصر الثاني بعد الطبيعة بتاع المولود، هناك العنصر الثاني الذي هو الشيء الخارجي اللي يمكن يكون التأثير قليل عندما يكون في كرش أمه، ولكن وقتها يولد ويتربى في أسرة وتأثير الأسرة وتأثير الأب والأم والأخوات والعائلة الصغيرة والكبيرة وتأثير المجتمع وتأثير الإعلام وتأثير المدرسة،
كل هذه عوامل تدخل في تكوين شخصية الفرد. أي واحد منا ترك دين أو ترك معتقد، عندما يرجع للذاكرة متاعه يعرف اللي كل العوامل توفرت لكي تساعده باش يخرج من المعتقد متاعه. كل العوامل، طبعا أنا نتكلم عن الأشخاص اللي تركوا معتقد وانتقلوا إلى معتقد آخر. يعني إنسان ميشككش بالكل من الصغر متاعه، إنسان من الصعب وقت يكبر يغير المعتقد متاعه. إنسان غير منتبه وميشهدش وميلاحظش وما يسألش، إنسان صعب يغير المعتقد متاعه. في الحقيقة كل الأشخاص اللي غيروا المعتقد متاعهم كانوا أشخاص غير طبيعيين. عندما نقول غير طبيعيين يعني ما يخضعوش للنظام، للنظام بتاع القطيع. تلقاهم نوعا ما عندهم نوع من التمرد. ثم يدخل العامل الثالث، عندما يكبر الوليد يوصل سن المراهقة ويختلط مع أشخاص أخرين، وعلى حسب طبيعته هل هو معناتها بيتي أو يخرج ياسر، شنو أنواع الصحاب متاعه، شنو أنواع ثقافته، شنو مستوى الذكاء متاعه والوعي متاعه، كل هذا يدخل في تغيير المعتقد. يوصل عمر معين عند مستوى الوعي متاعه والمعلومات اللي عنده، معناتها إنسان عمره ما قرأ كتاب، من الصعب أن معناتها يغير المعتقد متاعه. يا سيدي ما قراش، إنسان عمره ما ناقش، عمره ما حكى مع أشخاص مختلفين، عايش مع نفس المجموعة، مصاحب نفس الناس، نفس التفكير، ما عندوش تنوع، وعمره ما دخل الانترنت، من الصعب تجي على باله انه يغير المعتقد متاعه. إذن هذه العوامل الثلاثة معناتها تمر بكل انسان غير المعتقد متاعه عندما يرجع بالذاكرة متاعه يشوف اللي هو ما كانش انسان عادي وطبيعي كبقية الأطفال. ولهذا احنا نقول اللي نعملوه الآن هو محضر له من الأول، من الولادة، من قبل الولادة. احنا الآن قدام الأمر الواقع. هذه مسألة جدا مهمة، ولكن تغيير المعتقد وحده غير كافي، لأن هناك كثير جدا عندهم مستوى باش يغيروا المعتقد متاعهم، بل غيروا المعتقد متاعهم في الداخل متاعهم، ولكن ما عندهمش الجرأة باش يقولوا انهم غيروا المعتقد متاعهم، او يغير المعتقد متاعه ومن بعد معناتها يتصرف كأنه ما غيرش، لدرجة انه ينسى اللي هو غير المعتقد متاعه، ويصبح معناتها يتبع لأن ظروف اجتماعية ويمكن تكون اقتصادية وعائلية وثقافية وسياسية وغيرها من الأمور ما تسمحلوش باش يغير المعتقد متاعه ويعلن عنه. طبعا الأشخاص اللي يعلنوا، هناك أشخاص يعلنوا المجموعة معينة فقط، وهناك أشخاص يعلنوا على نطاق واسع، طبعا هما أقل، كما أن هناك أشخاص يتحولون إلى فاعلين ضد المعتقد بتاعهم القديم، وهذا طبعا أقل، طبعا عن طريق الكتابة، عن طريق الفيديوهات، عن طريق الحديث، النقاش في المجتمع. يعني هذه
عندها مسألة، عندها واضحة وباينة، يعني مش غير تغيير المعتقد، يجب أن تعلن عنه وتتحمل المسؤولية. طبعا أنا نتكلم هنا عندها المفروض أن يكون. طبعا في المجتمعات بتاعنا لا يكفي أنه من الصعب تغيير المعتقد، خاصة في الدين الإسلامي. أنا ناقشت في الحقيقة مع ياسر 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 أشخاص تحولوا من معتقد إلى معتقد مهما كان. حكيت مع أشخاص مثلا كانوا ملحدين ولاو مسلمين، أو ولاو مسيحيين، أو ولاو بوذيين. فما أشخاص كانوا مسيحيين ولاو بوذيين، أشخاص كانوا مسيحيين ولاو مسلمين، ومسلمين ولاو مسيحيين، وغيرها من الأمور. لم أرى ولم أشاهد أصعب من الخروج من الإسلام. الحاجة اللي نجم نلاحظوها اللي معناتها يمكن تتعدى، أنك تخرج من الإسلام تاع الكتب وتتحول نوعا ما إلى صوفي، أو تتحول إلى شيعي، أو شيعي إلى سني، أو شيعي إلى صوفي. وأكثر شيء يمكن أن يعمله المسلم هو أنه ما يخرجش من الإسلام، ولكن يتصرف تصرف غير إسلامي، ويعتبر ذلك من الإسلام، ويعطي لنفسه تبريرات. وهذا هو الغالب، هذا من جهة. وفما أشخاص يعني يبقوا في الإسلام كإطار، ولكن تصرفاتهم لا تدل على ذلك. يعني كما نقولوا مسلم بالاسم، وهذم أغلبهم، نجم نقولوا 80%، يعني مسلم بالاسم فقط، أو كاسمه محمد ولا اسمها عائشة، فهمت؟ ويتكلم معناتها كما يتكلموا المسلمين، السلام عليكم، وما ياكلش الخنزير وكذا وكذا، ولكن الباقي الكل ما عنده حتى علاقة. إذن الخروج من الإسلام هو في الحقيقة مش جهاد، أقوى من جهاد، يعني أمر صعب جدا. عندما نفهمه ونحكيه في المسألة هذه، كيفاش الإسلام يستحوذ عليك كليا، نفسيا ومعنويا وفكريا وكل شيء، وجسديا. إن المسلم هو جندي تحت الطلب. الصلاة والصيام هي أعمال تاع عندها عسكر، معسكر، تدريب عسكري. لهذا من الصعب الإنسان اللي تربى واللي يعرف الجيش والعسكر، من الصعب الخروج منه. الإسلام عبارة على سكت، مجموعة منغلقة، وخاصة عندما هذا الشخص لا يختلط مع الآخرين ولا يتعرف على الآخرين. وكان إنترنت وانفتاح العالم يعني غير كل المعطيات، غير كل المعطيات التي تساعد الكثير، وما عادش تجعل لهم حجة باش ما يفكروش ويتسائلوا. طبعا الإسلام عنده الحماية متاعه، عند المعروفة، عند لا تجادلوا الذين كفروا، وما تقعدوش معاهم، وما تحكيوش معاهم، يعني هذا أمور معناتها عبارة على مجموعة منغلقة، حكاية معناتها تربينا احنا. إذن اللي حبيت نقول من الكلام هذا الكل، إن ترك الإسلام ليس بالأمر الهين،
وأي واحد فيكم ترك الإسلام لم يتركه في يوم وليلة. الإسلام ما نجموش نتركوه في يوم وليلة، ما نجموش. فهي عملية من الصغر، ومن بعد كما قلت لكم المجتمع، قوة المجتمع في منعك من الخروج عن القطيع. وطبعا يعني عقاب من يخرج من الإسلام بالقتل، هذه ليس موجودة في أي دين أو عقيدة، موجودة كان عند المافيا وعند المجرمين فقط. المجرمين والمافيا اللي يخرج منهم يقتلوه، مش موجودة في دين. يعني ميجيش دين يقول لك كان تخرج مني نقتلك، يمكن نمذك، يمكن ما عادش نكلمك، يمكن نطردك، أما باش نوصل نقتلك. يعني باش يوريك بعدها بشاعة هذا الدين من جميع النواحي، بشاعة. إذن نفس الشيء وقع لي الأيام، ما كنتش إنسان عادي. أنا من حسن الحظ أني بقيت تقريبا حتى 10 سنوات متفاقد الذاكرة، ما نعرفش واحد. يعني التربية الإسلامية رغم أنها كانت تربية نجم نقولوا إحنا متفتحة في السبعينات والستينات، ما أثرتش فيا. أما وقتها وصلت للوعي ورجعت لي الذاكرة، وجدت نفسي بين إسلام سياسي مباشرة. هذاك علاش كانت عندي التساؤلات كبيرة جدا، ولكن في وقتها ما كنتش حتى مفكر. بالنسبة لي الإسلام شيء مطلق والأمر تواصل. حتى مشيت لإيران، رجعت لتونس، وعاودت مشيت لسوريا، وأنا نبحث يعني الشك متاعي داخل الإطار الإسلامي، ما هو المذهب الحق. قول محمد ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. هذاك علاش أنا انتقلت من التسنن إلى التشيع، ويمكن يكون التشيع هو شيء معناته اخترته أنا، لم يفرضه علي المجتمع ولا العائلة ولا العادات ولا التقاليد. يعني عملت مقارنة وبحث وقراءة ونقاش وحوار اللي خلاني أنتقل إلى المذهب الشيعي. وخروجي من المذهب الشيعي إلى الصوفية نفس الشيء، يعني كان نتيجة بحث ومعاينة فعلية. يعني عشت مع الشيعة ونعرف شنو الشيعة، ودرست التشيع، وأبعد من ذلك يعني درست في الحوزات العلمية وعلى يد علماء كبار. إذن يعني المسألة ماهيش سهلة، ماهيش سهلة بالكل. ولكن إلى هذه الساعة، إلى تقريبا عمري 24-25 سنة، لم أشك أصلا أن ليس هناك رب. بل أتذكر إلى 30 سنة تقريبا ولا أكثر من 30 سنة كان الدعاء متاعي المفضل، واللي ديما نعاوده قبل ما نرقد، فهمت؟ هذا يعني بعد لا أصبت يعني بخيبات أمل من التسنن إلى التشيع، من التشيع إلى الصوفية، أصبحت أخاف إني أفقد الثقة في الرب أو في الإله. كنت أقول
إلهي إلهي وسيدي ومولاي وربي، لو تراني مجرد أفكر أو أشير أن أكفر بك فخذني عندك. يعني المسألة ماهيش مسألة سهلة. رب الإسلام وإله الإسلام ماهوش إله عادي، هو إله بشري، هو ديكتاتور حقيقي. أنا وقت نحكي مع الأديان الأخرى دائما يتكلمون عن ربهم أو إلههم بطريقة تباعدية، يعني شيء بعيد، كأم، كراعي، كمساعد، بينما إله الإسلام فهو ديكتاتور، هو شيء معناته رهيب جدا، يتحكم في كل شيء فيك. إذن هذا الانتقال من التسنن إلى التشيع، ومن التشيع السياسي إلى التشيع الديني إلى الصوفية كان على عشرات من السنين، مش في يوم وليلة. والتصوف أيضا دام قرابة يعني 7 سنوات. المسألة ما هيش سهلة، وطبعا أنا نحكي لكم في فترة ليس هناك انترنت، ليس هناك أي شيء، يعني يجب أن تقرأ وأن تلتقي مع الناس وتحكي معاهم، تتبادل الحديد وتناقش. طبعا كنت أستعمل أيضا الرسائل، يعني نسأل أسئلة ونبعث رسائل ونترقب شر مش يجيني الرد، بعد تليفون، بعد يعني بدال انترنت. يعني أنا قراري عندها هو في الحقيقة ليس قراري الخروج من الإسلام، لأن كما قلت لكم يعني في مرحلة الإنسان يترك المعتقد متاعه ولا يعلن عنه، وأنا الفترة هذيك حصلت لي في التصوف عندما كنت في المغرب. صحيح أنا لم تدوم طويلا نتيجة ظروف وعوامل، منها يعني موت أمي. إذن كيف خرجت من الإسلام؟ طبعا احنا في الفيديو القادم باش نحكي لماذا خرجت من الإسلام. الآن كيف خرجت من الإسلام؟ خرجت من الإسلام بعد تجربة صوفية طويلة، وصلت إلى نتيجة وكتبتها في مقال اسمه المرآة، وعملت حتى شعر وقتها باش نعلن طلاقي وخروجي من الدين الإسلامي ورب الإسلام ونبي الإسلام. كانت عملية ما هيش سهلة، ولكن كانت قوية، قوية عليا. يعني من حسن حظي أني غيرت المعتقد متاعي عدة مرات، أما نتصور إنسان مسلم عادي يعني يقوم بالخطوة هذه مباشرة، يعني هذه جرأة، هذه شجاعة، ما هيش في متناول الجميع. طبعا الظروف الآن تختلف على الظروف اللي موجودة قبل. مستحيل إنسان يخرج من الإسلام أو يخرج من المعتقد وهو يخالط في نفس الناس ويحكي مع نفس الناس. وقتاش يبدأ المعتقد متاعه يتزعزع؟ وقتها يحكي مع ناس أخرين
وأفكار أخرين ويتناقش ويمكن يدافع عن المعتقد متاعه حتى يصل في الأخير إلى نتيجة أن لا يمكن له أن يدافع عن معتقده، لأن المعتقد متاعه فيه ثغرات، ومن هنا يكون السبب اللي يخليه يبعد عن الإسلام أو يترك الإسلام. وهنا لماذا تركت الإسلام؟ إذن أنا وقت وصلت نتيجة اللي كل ما يقال عن إله الإسلام، طبعا أنا الدين الإسلامي كدين ليس هو الذي أخرجني من الإسلام، بل إله الإسلام نفسه، لا محمد لا تشريعاته لا الفقه الإسلامي لا حتى شيء، وهذا يتعود حكيه عليه في الفيديو القادم. وإنما اللي خلاني نخرج من الإسلام ونخرج من كل الأديان هي فكرة الرب، فكرة الإله. هذه هي النقطة اللي باش نتكلم عليها في الفيديو القادم. أما هوني نذكر أني وقت تركت الإسلام في داخلي ما كنتش ناوي نعلن عليه، قلت هذا أمر شخصي، نواصل نعيش كما يعيشوا الناس، ما فما حتى مشكل، معناتها شنو فيها الناس مش نقعد نتعارك معاهم ولا نعمل مشاكل. لكن في ذلك الوقت موت أمي أحدث لي صدمة، وأنا حكيت هالقصة هذه مانيش باش نعاودها، أما أعلنت كما نقولوا احنا يعني غضبي في موت أمي، يلعن ربكم والرب متاع ربكم ودينكم وإسلامكم و و و و و و فعود تمشيوا تعلموا العلم، جايين تقراوا في القرآن على راسها، فعود تمشيوا تقراوا حاجة مهمة تنفعكم، اتبعوا لي في هذه الأفكار التي لا تنفع بل تضر. وقتها قلت الكلام هذاك الناس الكل بعدت عليا، الناس الكل غزرت لي. طبعا في ذلك الوقت يعني ما عملوا لي شيء، ما قالوا حتى شيء، لأن قالوا مع تحت تأثير الصدمة، يعني الإنسان وقت يموت لواحد قريب قد يعمل تصرفات يعني ليس في إطار المعقول، ولكن هذه النظرات متاعهم، هذا الابتعاد، هذا التصرف، قررت إن بعد ما ينتهي كل شيء بيش نقول لهم أنا ما عادش مسلم. بالفعل هذا شنو عملت. ولهذا أنا نقول ديما للمسلمين جربوا ولو نهار واحد، وقولوا للناس اللي حولكم اللي انتم ما كنتم مسلمين، تو تشوفوا حقيقة الإسلام، تو تشوف الناس كيفاش يتصرفوا معاك، هذا كما ضربوكش، كما قتلوكش، كما هانوكش. إذن المسلم لا يمكن ولن يمكن أن يفهم حقيقة الإسلام إلا عندما يبتعد عنه وينظر من الخارج لكي يعرف بشاعة هذا الدين على من يؤمنون به. هذا كلام نقوله ونعاوده، أي مسلم يحب يعرف شنو دينه يعلن يوم يومين ثلاثة أيام إنه خرج من الإسلام، وسوف يرى حقيقة دينه. لأن الإنسان كيبدأ في داخل الحاجة ما يشوفهاش، لازم يخرج منها. إذن السبب اللي تركني أعلن خروجي من الإسلام
هذه التصرفات بتاع المسلمين، يعني المسلمين هم اللي ساعدوني وشجعوني واعطوني كل المبررات لكي أخرج من دينه، بل مش أعطوني مبررات فقط، بل يجعلونني أحارب دينهم. يعني هذا هو الشيء اللي خلاني معناتها أعلن أني ما عادش مسلم، وأني ما عادش أعترف بهذا الدين من الأساس. إذن أكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وفي الفيديو القادم سوف أتكلم لماذا تركت الإسلام. طبعا كما قلت لكم أكثر الناس تتكلم على لماذا ولا تتكلم عن كيف، خاصة كل لحظة، لحظة بتاع الإعلان، بعضهم يعلن، البعض الأقارب أو الأشخاص المقربين، البعض لا يعلن، طريقة أكثر عن انتشار، عن طريق مقال، عن طريق فيديو، عن طريق اعتراف، كل واحد كيفاش. كل واحد منا، كل واحد منا ترك معتقد مهما كان، فهو إنسان قد خمم، فكر، إنسان راجع نفسه. ولهذا لا يمكن أن تقارن إنسان بقى على معتقده وإنسان تغير إلى معتقد آخر مهما كان. درجة الوعي والمعرفة والفهم والإحساس والشعور وغيرها تكون أكثر بكثير جدا من إنسان ولد على معتقد ومات على ذلك المعتقد. هذه مسألة مسلمة، أرجو أن أكون قد وضحت كيف أنت تركت الإسلام عن طريق مراحل وعلى مدة، يعني نجم نقوله معناتها المدة المهمة هي تقريبا 20 سنة أو أكثر، وأنا أنتقل من معتقد إلى معتقد إلى أن وصلت إلى بيت القصيد الذي هو الإله والرب، وهنا قررت ترك الإسلام. شكرا على المتابعة، شكرا على التشجيع، ومع فيديو قادم وبسلام.